تقدمت المنظمة الوطنية هيئة ضمير الوطني الاجتماعي الحرة للدفاع عن حقوق الإنسان برفع شكاية ضد المصممة سهام باتا والملقبة بسلطانة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، وذلك بسبب اتهامها بتصوير مؤخرات سيدات مغربيات في غفلة منهن وبيعها لأشخاص خليجيين. وجاء في نص الشكاية التي جرى نشر صورة منها بإحدى الصفحات الخاصة بنشر أخبار الفن والمشاهير بأن الهيئة الحقوقية فوجئت بوجود فيديوهات وأوديوهات صادرة عن المشتكى بها منشورة في موقع اليوتيوب، حيث يظهر بجلاء أنها تقوم بأخذ صور لمؤخرات بعض النساء في غفلة منهم وتقوم ببيعها لبعض الأشخاص الخليجيين من ذوي النفوس الضعيفة الذين يلحون على أن تكون هذه الصور لنساء مغربيات مقابل مبلغ 500 درهم للصورة. وذكرت الشكاية بأن أحد الأوديوهات يتضمن إقرارها الصريح بفعلتها الشنيعة، حيث تفتخر بقيامها ببيع صورة من صور المشار إليها لشخص خليجي وتطلب منه مبلغ 500 درهم. وتابع نص الشكاية: وحيث أن ما قامت به المشتكى بها يشكل مساسا بشرف المرأة المغربية والآداب والأخلاق الحميدة، وكل ذلك يقع تحت طائلة المساءلة الجنائية، لأجله تلتمس العارضة من جنابكم بكل تقدير واحترام إعطاء أمركم قصد فتح بحث في موضوع هذه الشكاية واتخاذ المتعين قضائيا في حق المشتكى بها.